ضمن الأنشطة التي تقدمها مكتبة مصر العامة بالأقصر، نظمت المكتبة ندوة توعية بعنوان لا للإرهاب والتطرف بالتعاون مع حزب مصر الحديثة. حضر فيها اللواء أحمد أبو زيد مساعد وزير الداخلية السابق أمين حزب مصر الحديثة بالأقصر، والدكتور محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة، بحضور عدد من القيادات الشعبية وأعضاء الحزب ورواد المكتبة. تقرير إيمان عبد الفتاح. نظمت مكتبة مصر العامة بالأقصر ندوة بعنوان لا للإرهاب والتطرف بالتعاون مع حزب مصر الحديثة وحضور عدد من القيادات الشعبية والشخصيات العامة وأعضاء الحزب. تناولت الندوة تاريخ العمليات الإرهابية في مصر والعالم وأن الإرهاب لا دين له ولا وطن، بالإضافة إلى تطور أساليب العمليات الإرهابية بشكل سريع في الآونة الأخيرة واختلاف أشكال الإرهاب عن طريق انتشار الإشاعات عبر وسائل التواصل المختلفة واستقطاب الشباب. لذا على الجميع التكاتف لمواجهة هذا الفكر من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. احنا ضمن برنامجنا في ندوات التثقيفية من أجل المعرفة والثقافة لمجتمع الأقصر والحوارات الثقافية بين قطاعات المجتمع وشرائح المجتمع. النهاردة الندوة بتاعتنا عن الإرهاب والتطرف الفكري، وهيحاضر فيها معالي اللواء مساعد الوزير السابق اللواء أحمد أبو زيد مساعد وزير الداخلية الأسبق، وهيبقى في حلقة نقاشية مع قيادات المجتمع المدني والحضور جميعا وقادة المجتمع. وبرضه احنا محضرين معانا مجموعة من الشباب أولادنا الصغيرين عشان برضه نديهم جرعة معرفية ثقافية يقدر يواجه بيها أي تطرف أو أي إرهاب محتمل في أي قطاع من قطاعات. الندوة الثقافية دي من ضمن الحاجات الخاصة بيه التوعوية، وخاصة التوعية ضد الإرهاب والتطرف، وإزاي نروح لأفاق أوسع للعمل والحياة وندخل في عالم الثقافة. وكل ما دخلنا في عالم الثقافة بقى عندنا عمق في الفكر، بنبعد عن كل ما يضر بلدنا ونزود ونعمق انتمائنا لبلدنا تحت أي ظرف وتحت أي مسمى، خاصة وإن دولتنا وفخامة الرئيس بيبذل كل الجهود للنهوض بالبلاد. كمان إحنا لازم نبقى عندنا وعي خاصة في ما نشاهده في المجتمع الدولي من تناقضات وحروب وإرسال تلك الأشياء المناهضة للتفتيت وقلب هذه الدول في بعضها. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود علينا وعليكم الأيام كلها بخير والسلام يا رب. الحقيقة النهاردة حزب مصر الحديثة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة عاملين ندوة عن الإرهاب والتطرف، فكرة بسيطة كده للشباب والجيل الصغير، حابين نعرفهم إيه يعني إرهاب، إيه يعني تطرف، إيه يعني الأفكار الحديثة كمان للإرهاب. الإرهاب مش بس تفجير أو كده، لا دي كمان في حاجات جديدة زي الإرهاب الإلكتروني، بس الإشاعات عن طريق الإنترنت. فحبينا ندي معلومة تثقيفية تنويرية للشباب والجيل الصغير كمان هيكون حاضر معانا عشان ياخد باله بكرة وبعد إن شاء الله. من محافظة الأقصر إيمان عبد الفتاح لقناة طيبة.